احنا مجتمعين على اساس اننا ناخذ الاحتياطات اللازمه بحكم اننا هذه الانتخابات غادا تمر في هذه جائحه كورونا. فاوصيكم بان تقوموا بجميع الاحترازات الخاصه بالوقايه، وكذلك حملات تكون في اطار القانون المخصص للحملات، اللي هو التباعد، ارتداء الكمامات، اخذ جميع الاحترازات الخاصة بعدم ملاقاة مع مجموعة من المواطنين. وكذلك احنا ان شاء الله معدين برنامج خاص بهذه الحملة، اللي هو برنامج غادي يعطينا واحد المجموعة ديال النقط اللي هي ان شاء الله غتكون في البرنامج ديالنا، من ضمنها إعادة الهيكلة اللي هي غنعطيوها ان شاء الله النقطة الأولى في البرنامج ديالنا واللي غنعطيوها أهمية. النقطة الثانية هو السكن اللائق للدواوير المتواجدة بجماعة المنزل، كذلك توفير جميع ما هو مهم بالنسبة للصحة والتعليم، وكذلك النقل اللي الجامعة تفتقر لخط رئيسي لكي يربط الجامعة ما بين المدن المجاورة اللي هي الرباط وعين عودة وتمارة. فإن شاء الله غادي ندخلوا جميع هاد النقاط في البرنامج ديالنا، ولكن الأولوية تعطى لإعادة الهيكل، لأن كان عندنا برنامج وحنا إن شاء الله عندنا باش نفذوا هذا البرنامج اللي كان عندنا ما بين الفترة ديال 2009 2015، وإن شاء الله هذاك البرنامج غادي ننفذوه في هذه الفترة اللي هي من 2021 ل 2026 إن شاء الله. نقط أخرى بالنسبة للتجمعات السكنية المنظمة بحال مدينة ديال لاسيجي، هذيك المدن للتجمعات السكنية المنظمة غادي يوفروا إن شاء الله الإنارة العمومية والنظافة وتوفير المناطق الخضراء جميع المناطق، وكذلك ملاعب القرب، لأن الجامعة تفتقر ملاعب القرب، وإن شاء الله غادي نحاولوا باش نوفروا جميع الدواوير نوفروا لهم ملاعب القرب. هذا هو البرنامج إن شاء الله ديال المجموعة ديالنا، والحمد لله اختارينا مجموعة شابة فيها بعض الوجوه اللي كانت تمارس في الجامعة، وفيها وجوه جديدة، كاين الشباب وكاين الناس اللي هما عندهم ممارسة في الميدان ديال التسيير الجماعي. فإن شاء الله نطلبوا من الإخوان باش نديروا يد في يد ونطبقوا جميع هاد النقاط اللي احنا تطرقنا لها، إضافة إلى أعيد وأكرر أننا سوف إن شاء الله غادي حملة من صنف نظيف اللي ما تكونش فيها مشاكل وما تكونش فيها، ونوصلوا للمواطن. الأهم هو توصيل المواطن رسالة أننا سوف نقوم بالواجب خلال هذه السنوات المقبلة، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوار مساء الجهة الكرام، في إطار التغطية المستمرة للحملة الانتخابية التي تعرفها بلادنا الجماعية والجهوية والتشريعية، نزور اليوم جماعة المنزه، ويسرنا أن نستضيف السي المعمري عبد القادر الرئيس السابق لجماعة المنزه. نعم، بداية السي عبد القادر المعمري، من يكون
سي عبد القادر المعمري الذي يخوض هذه الانتخابات الجماعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الصحافة الجهوية اللي تتواكب هذا العمل وتتواكب المنتخبين. فمعمري عبد القادر هو ابن منطقة، رئيس جماعة سابق لثلاث ولايات، تابر في مجموعة نقط خاصة بتأهيل ديال جماعة المنزه، ساهم في برنامج تصميم التهيئة كهرباء القروية، الماء الصالح للشرب، مجموعة النقاط، وترك ملفا عالقا هو ملف إعادة الهيكلة الذي قام بالبداية بدراسات بمجموعة دراسات من أجل تتميمه، ولكن للأسف الشديد لم يتم هذا الملف اللي إن شاء الله غادي نواكبه في هذه المرحلة المقبلة. نعم السيد الرئيس، تخوضون غمار هذه الاستحقاقات مع حزب الأصالة والمعاصرة، أكيد أن لديكم برنامج، مجموعة من الأوراش التي كنتم قد فتحتموها، اليوم تريدون استكمال هذه الأوراش. بالفعل احنا اليوم داخلين لهذا الانتخابات الجماعية والجهوية من أجل تتمين ما قمنا به في الولايات السابقة مع حزب الأصالة والمعاصرة، وسوف نعطي برنامجا مفصلا عن العمل ديالنا في إطار الحملة الانتخابية. هو برنامج خاص بالنقطة الأولى اللي هي إعادة الهيكلة اللي غادي نركزوا عليها بالدرجة الأولى، تيتبعها مشكل النقل العمومي اللي جميع المواطنين تيتشكاو من مشكل النقل، كذلك التعليم لمحاربة الاكتضاد والصحة لتوفير بعض مراكز جديدة في المناطق البعيدة عن المركز، وكذلك توفير سكن لائق لبعض الدواوير اللي هي تابعة لجماعة المنزه، وختاما سوف نقوم بواجبنا إن شاء الله. نعم السائل المعمري، ما هي الرسالة التي تود تبليغها عبر منبرنا؟ الرسالة هو أبلغها إلى جميع المواطنين، عليكم أن تختاروا الشخص المناسب في المكان المناسب، فأيام الحملة هي مقتضبة وقصيرة، الحملة إن شاء الله غدا تمر وغادي يتم التصويت، فعليكم أن تختاروا الشخص المناسب في المكان المناسب.